ذات يوم استأجر رجل منزلا على أطراف الغابة، وكان هذا المنزل مهجور منذ فترة طويلة، فقام صاحبه بإعادة طلائه من جديد وتغيير ديكوره وعرضه للإيجار. فجاء رجل واستأجره، وهو الذي سيحكي لنا هذه القصة المرعبة والرهيبة. يقول: نقلت أمتعتي إلى هذا المنزل وقضيت فيه أول ليلة مع زوجتي وأطفالي. كانت ليلة هادئة وجميلة جدا، وعدت عدة أيام حتى استقرينا في هذا المنزل. كنت سعيدا جدا بهذا المنزل المطل على أطراف الغابة المدهشة، وأطفالي سعيدين جدا بالحديقة الصغيرة الملحقة بالمنزل والتي يقضون فيها النهار كله، يلعبون ويمرحون حتى حلول الظلام. كنت أذهب إلى العمل صباحا وأعود مساء إلى المنزل، وأنام باكرا لمواصلة العمل في اليوم التالي. ولكن زوجتي كانت تحب كثيرا السهر أمام شاشة التلفاز، وبعد مرور حوالي أسبوع جاءت تركض إلي مسرعة، الخوف يظهر في عينيها، قائلة لي أن هناك أمر عجيب يحدث في هذا المنزل. فسألتها: وما هو؟ فقالت أنها تسمع أصواتا غريبة في الممر مؤدي إلى المطبخ، وهي بعض الأحيان تسمع صوت صراخ أطفال وصوت أرجلهم وهم يركضون في أرجاء المنزل. فحاولت تهدئها وأخبرتها بأن هذه الأصوات ربما تكون صوت المذياع أو صوت التلفاز، وأخبرتها أن تواظب على صلاتها وقراءة القرآن حتى لا تعود إليها هذه الوساوس من جديد. هدأت قليلا ونمنا في هذه الليلة. وفي اليوم الثاني عدت متأخرا من العمل وكنت منهكا للغاية، وعندما دخلت إلى المنزل وجدت زوجتي بلا حركة وعيناها شاخصة جالسة في المنزل وهي تتسبب عرقا وترتجف من شدة الخوف. وبعد أن أفاقت أخبرتني أنها رأت امرأة جالسة أمامها في الصالة وتتبادل معها أطراف الحديث، وأخبرت هذه المرأة أن هي وأسرتها يسكنون هذا المنزل منذ فترة طويلة ولم يرحلوا أبدا منه، ونصحت زوجتي بالرحيل من هذا المكان في أقرب وقت. فالبيت صغير جدا ولا يتسع للجميع. أصبت بصدمة رهيبة عندما سمعت هذا الكلام، وما إن انتهت من كلامها حتى ظهر أمامي رجل قصير القامة وقال لي: نحن لا نريد أن نضرك أنت وأسرتك، ونحن سكان هذا المنزل الأصلي وجئنا إليه قبل أن تسكنه أنت منذ فترة طويلة جدا، ولذلك نطلب منك أن تبحث عن منزل آخر. فوافقت على الفور خوفا على نفسي وعلى عائلتي الصغيرة، وبالصباح الباكر حملت أغراضي وتركت المكان. لا تنسى لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد.